طيب نروح للفيديوهات، ويمكن من اكتر الفيديوهات اللي حققت مشاهده على الفيسبوك فيديو حقق اكتر من 1,000,000 مشاهده. تم عرضه لراجل خليجي ابتكر طريقه مبتكره جدا وظريفه عشان يقدم بيها الشاي. اظهر مقطع الفيديو الراجل وهو بيقدم الشاي لضيوفه، لكن باستخدام سياره لعبه بالريموت، وبيقوم بوضع عدد من اكواب الشاي فيها وخليها ان هي تقدمه للضيوف. تعالوا نشوف في الفيديو ايه اللي حصل. يلا حيه، يلا حيه، في قهوه في قهوه في قهوه. عشت عشت عشت. هتخويك. فكرة ظريفة فعلا، ده فكرة ظريفة. أشبه برضو الفيديو اللي عرضناه امبارح بتاع الولد اللي مسك الهوفر وبقى يمشي بيها قدام البيت يشيل التلج، فيعني وبيروح يعمل بيها مشاوير بالظبط، فيتسلوا بقى بدل ما تبقى عربية ماشية لوحدها كده يحط عليها كوباية شاي صغيرة.